قبض واحد. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. أمل واحد، ألم واحد، أمل واحد، حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم. واحد نبض واحد، قلم واحد، أمل واحد، عمل واحد، هدف واحد، قلب واحد. هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا أخي، هذا أخي. كيف حالك؟ سلم. أهلا يا قوي قوي قوي. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ إيش اسمك؟ ها؟ حسن شو تسوي؟ ما أسمع. جالس ايش هنا؟ جالس تشم هواء؟ ايش هذا؟ ايش اللي في الدلة في الترمس؟ قهوة. قهوة؟ تبيع قهوة؟ كم القهوة؟ نص. نص ليرة؟ كل يوم تبيع قهوة؟ في قهوة اليوم ولا لا؟ عطني قهوة. ها؟ ما في كاسات؟ لو رحت جبت كاسة وجيت تبيعني قهوة ولا لا؟ طيب يلا راح أجيب كاسة وأجي، أوكي؟ تنتظرني؟ ما تخلي حد يخلص القهوة عني، أوكي؟ بنص ليرة صح؟ قلب واحد. حسن أنت هنا عايش مع الوالدة والوالد؟ لا مع أبوي. مع أبوك؟ من بيسوي القهوة؟ أبوي. أبو سعدون الحين راح يجيب قلاصات، لأن إحنا كلنا راح نشرب من إيش؟ قهوته. قهوة حسن، صح يا حسن؟ ايه. نشرب القهوة؟ ايه. شربنا؟ تبيع علينا قهوة؟ ايه. من وين في سوريا أنت؟ من حلب. من حلب؟ من حلب. بتروح المدرسة يا حسن؟ ما بتروح المدرسة؟ قلب واحد. الكاسات؟ وصلت الكاسة، ممكن أشرب قهوة؟ ايه. تفضل. يلا، صب له قهوة. خلي خلي. ساعدك انا؟ خلينا نساعدك. شوف 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 عشان ما تجعني يدك. هذه قهوة ايش؟ تركية؟ ايوه. اشرب اشرب يا علي. ان شاء الله. الله مشروبكم كيف؟ بكم هذه القهوة؟ بكم الكوباية؟ قديش بتبيع الفنجان عمو؟ بمية نص ليرة؟ نص ليرة عم تبيع الفنجان. وكم فنجان بتعبي لك الدلة هاي؟ ولد. كم فنجان؟ ها؟ كم فنجان بتعبي لك الدلة؟ لملاتة. لملاتة؟ بتعبيها كل يوم لملاتة أنت؟ بتعملها بالبيت ما هيك؟ من اللي يعمل لك القهوة؟ مين بيعمل لك القهوة حبيبي؟ ابوك بيعمل لك اياها؟ اه؟ وانت كل يوم بتبيع الدله هي كلياتها؟ ما شاء الله عليك. وابوك كمان بيبيع قهوه؟ ايه. وش اسمه هو يا يحيى؟ حسن اسمك، مو اسمك حسن؟ يا حسن، دوك حسن. حسن ابو علي كم بعت اليوم؟ كم فنجان بعت؟ وين فلوسك؟ طلع فلوسك شوفها. شو الفلوس اللي بعتها اليوم؟ فلوسك وين؟ شو؟ طلع فلوسك، شو؟ هذه؟ هذا اللي بعته اليوم؟ لا هذول هون. هذيك بجيبه. طلع فلوسك. شو؟ ما شاء الله. طلع. ما شاء الله. ما شاء الله. والله شوفوا احنا رحنا امس حق اسره الولد يشتغل من السادسه صباحا حتى السادسه مساء. كم ياخذ؟ خمس ليرات. وحسن ما شاء الله عليه حاط له دله قهوه هنا ويبيع بنص ليره، لكن ما شاء الله خلال ساعات بسيطه دخل له تقريبا كم؟ 13 ليره. 13 ليره ما شاء الله. يعني
طيب في الاسبوع انت قاعد تتخيل كم تقريبا؟ 100 ليره تقريبا. بس هو حسن اليوم ربحان، لازم يضحك شوي ولا ما يضحك؟ ما تضحك. يلا اليوم انا اشتري منك دله ثانيه. بتبينا دله ثانيه؟ ما في كاسه. ما في كاسه. ما في كاسه. عادي عادي، ياخذ بايده يحيى كذا يشرب. مو يصير عادي؟ يلا حط يدك. يلا لك واحد. كم اخ عندك يا حسن؟ أربعة. تفضل. هذا واحد. تفضل. اثنين. ما عمر. ثلاثة. أربعة. وهو خمسة. هو خمسة. وأنت خامس. وخامس. تعطيهم خواتك ها؟ طيب. شوف نحن بدنا نتفق مع حسن شغلة، بدنا نتفق صفقة. هلا حسن عم يشتغل. نعم. حسن عم يشتغل وما عم يمد إيده للناس، صح؟ صحيح. ما هيك؟ أنت عم تشتغل ما بتحب إيدك مد إيدك، صح؟ ما هيك البابا علمك؟ مو؟ وبالتالي نحن حسن بدنا نعمل معه صفقة. صحيح. ما يعني بدنا الفلوس ما رح يرضى ياخذ. ما رح يرضى ياخذ فلوس بدون ما يبيعك شيء. أنا باعني وراح أعطيه. باعك فنجان قهوة؟ نفسك أيوه. قديش بعته الفنجان؟ احنا بين بين. لا 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 بدي أتدخل، ابن بلدي بدي أتدخل. قديش بعته الفنجان حبيبي؟ نص. لا بدي أتفق معك أكثر. بس أنا ما دفعت نص لسه. ما هو أنا ما بدي إياك تدفع نص، بدي أتفق معه. ارفع لي حق الفنجان على سعدون. هذا سعدون معه مصاري. ارفع الفنجان عليه، قديش تبيعه اياه؟ قديش حمو؟ نص بس؟ لا ما في بدي. قانوني يا اخي. لا بدي ابيع. تاجر تاجر، هذا رجل تاجر. ما عنده تلاعب بالاسعار. 50 ليره، شو رايك نبيعه الفنجان ب 50 ليره لسعدون؟ ها؟ طيب 100 ليره. مش حقه. مش حقه؟ سلام. الله. اسمع عمو حسن، ب 100 ليره خليه بيعه الفنجان ب 100 ليره، اسمع مني. 50 ليره. ما راضي. هاي قهوة عربية، هاي احنا شربنا قهوة عربية. شربنا ترى فنجانين الحين. ثلاثة صار شربين شباب. ثلاثة ثلاثة ايوه. ثلاث فناجين يعني ليرة ونص؟ ليرة ونص. لا ثلاث فناجين ب 100 ليرة. 100؟ مو ب 100؟ ما هيك؟ ثلاث فناجين بقديش؟ نص ونص. نص ونص ونص. ما راضي. ليرة ونص. نص ونص ونص. والله شوف ما دام انه ما راضي لازم نعطيه ايش؟ حق الايش؟ حق الفنجان ونص. هاي ثلاث. هاي فنجان رابع. هاي فنجان رابع. هاي فنجان رابع. وهاي ليرة. وهاي هلا اخذ فنجان رابع. اخذ رابع. أيوة. صار أربعة. أربعة فناجين صح هيك صاروا؟ صحيح. ما هيك حبيبي؟ طيب. قلب واحد. طبعا احنا قابلنا الطفل حسن واقف عند المصنع يبيع قهوة تركية، وحاولنا احنا ان نساعده او نعطيه شوية مساعدات، رفض رفضا قاطعا. شربنا عنده تقريبا خمس كوبايات قهوة تركية، وعطيناه حقها ليرتين ونص، لأن كل كوباية عبارة عن نص ليرة، ورفض ياخذ أي زيادة رفضا قاطعا، رغم ما تشوفونه أنتم يعني ما شاء الله ظروفه ووضعه ومهاجر. زين. السلام عليكم. أيوة هذا. أيوة. هو حسن. شوف 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 أنا. أيوة. اتفقت معه خلاص. أيوة. السلام عليكم. السلام. السلام. اخيرا. جزاك الله خير. اخيرا. السلامة. جزاك الله خير يا حسن، شوفك على خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. وطبعا امثاله ترى كثيرين جدا موجودين على الحدود التركيه، لكن نحن نقدم نموذج للناس، لاهل الخير، انه ممكن يقدمون كل مساعده للاجئين السوريين على الحدود التركيه. قلب واحد. شفتوا عنده ما شاء الله عزه نفس، ما شاء الله تبارك الله، غير طبيعيه. رفض حتى ياخذ ليره بدل نص على الكوب القهوه. قانوني وملتزم بتعليمات الوالد، نص ليره نص ليره. فانه يتقبل اي شيء ثاني وايد صعب. فانا اقول ايش رايكم ان احنا ندعم البزنس او العمل، ندعم المشروع ندعم. نعم. مشروعه. وهذه ايش يعني؟ استدامه. تترك مشروع تبادر. إيه؟ مبادره ايش؟ عاون. 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 فاحنا نعاونه في انه فعلا يزيد من البزنس. وراح تترك من جودة العمل. من جودة العمل. تترك. نعم. أثر عند الطفل ما ينسى بحياته. صحيح. أنا شو أنا حط أول شيء عنده الأكواب مخلصة. يا أن اليوم جاء يعني ضغط، يا أن معظم الناس معروف إنه كل واحد يجيب كوبا معه. أي يشرب ويمشي. أيوة. فاحنا أعتقد لو شرينا أكواب بلاستيكية أو زجاجية خلينا عنده كمية زيادة، على الأقل هالشيء هو أكيد محتاجه. زائد إن إحنا ممكن القهوة شوية كانت باردة، صح؟ ممكن نشتري له يعني دلة وترمس جديد يحفظ، ونجيب له هدية لبسه شوي ثعبان حذاء. أنا شفت الحذاء كان مقطع. بالعكس حصلنا. نجيب له هاي. نعم. هدية. نجيب لك كيلو وين قهوة. فكرة حلوة اللي ودك بعد. قهوة حلوة. نعم. قهوة إنه يصنع فيها قهوة بكرة. قلب واحد.
سترد لاسه تبي ناخذ هذه نفس البيات صح؟ محمد انا اخذت هذه فيها ابتسامه تفاؤل تفاؤل احب التفاؤل احب التفاؤل قلب واحد. انا وصديقي الجميل يحيى حواء جينا على السوق عشان نشتري ملابس للطفل اللي انتم شفتوه. عاون وكل الخير مفتاحا اطلق يديك هدى واصلاحا. عاون وكل الخير مفتاحا اطلق عاون أخاك وكله بين الورى نعم المعين وارسم بجودك بسمة تمحو بها مر الأنين. عاون أخاك وكله بين الورى نعم المعين وارسم بجودك بسمة. بس احنا فعلا كنا نتمنى ان نشوف حسن في هذا السن وهو في المدرسة. في فكرت انه الدخلة دراسة ولا عشان المصاريف؟ والله طيب في مدارس عربية هلا في مدارس سورية الشباب ممكن هون جيرانك يدلوك على مدارس سورية على الأقل الصبح يداوم بالمدرسة ما هيك؟ ايوه على الأقل الصبح يداوم بالمدرسة وبالليل تبقى له يعني ممكن لكن الشباب إن شاء الله ممكن يتم تأمين كفالة بس ضروري هذا الولد يدخل المدرسة ضروري إن شاء الله الله يرضى عنك يا رب. هذا أخي هذا أخي هذا أخي هذا أخي هذا أخي جاكيت شال البرد يا عمو حسن بعد عن حسن مبسوط هلا مبسوط كتير قل له لعمو هيك ويمكنك التبرع بإرسال رسالة نصية SMS برمز فريقك المفضل. الفريق الأزرق أرسل رقم 1. الفريق الأبيض أرسل رقم 2. الفريق الأخضر أرسل رقم 3. حسب الأرقام التالية. للتبرع أو للمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن. عمل واحد هدف واحد عمل واحد هدف واحد قلب واحد. قلب واحد نبض واحد قلب واحد نبض واحد يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة. طبعا الحين وصلنا دار التعافي للاستشفاء بنشوف فيها العديد من الحالات اللي تأثرت بسبة الحرب في سوريا إن شاء الله نتطمن عليهم مع الأخوان في فريق الهمة بإذن الله. قلب واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا دكتور كيف حالك؟ دكتور السلام عليكم كيف حالك؟ طيب السلام عليكم. قلب واحد. يا ريت دكتور تعطينا فكرة بسيطة بس عن هاي المشفى ومن اللي فيه وكم حالة فيه؟ المشفى هون نحن بنتابع المريض اللي داخل من سوريا بيجي متحول من سوريا اللي حاجة لعلاج لهون نستقبله هون المشفى. منا نقدم له الدواء والعلاج والطعام والسكن هون بحاجه لاستشاره بمشفى ثاني ناخذه مشفى الامل ناخذه على مشفى انطاكيا في حال بده متابعه الاستشارات من جميع الاطباء يعني كانت حالته عصبيه ولا حالته بده معالجه فيزيائيه في مرضى بحاجه معالجه فيزيائيه نتابعه بالامور هي كلها حتى تمام الشفاء المريض ويصير اموره تمام بيتخرج من عندنا هون بنقدم له رعايه طبيه بالاضافه للسكن والاقامه اللي هون موجود سكن في ايه هو هون تقريبا يعني هو مثل مستشفى استشفاء عناية بالجروح جناح يعني بالضبط هو بس انه ما في غرفة عمليات يعني مثل المستشفى ولكن ما في غرفة عمليات قلب واحد. هون عدنان كمان عنده اصابة هون ادت لكسر ركبينه جهاز موره جيد عملنا له هون طعم في ضياع عظمي في حاليا عمل جراحي هون طعم عظمي وبانتظار الشفاء ان شاء الله. كيف حالك يا عدنان؟ شلونك طيب؟ الحمد لله. شلون الهمة؟ الحمد لله. هم
عالية ولا نازلة؟ الحمد لله رب العالمين. عالية؟ بس عشان البرد. بسبت شنو هذا اللي كسر؟ هذا مسبت عضل. من شنو شنو السبب؟ طيران قذيفي. طيران؟ طيران كم عمرك يا؟ 16. لا لا بإذن الله ترجع الأمور طيبة. إن شاء الله إن شاء الله. ترجع سوريا بإذن الله محررة. بإذن الله تعالى. عاد نجي فريقنا إحنا ونجي نلعبكم كورة. ترى فريقنا كلهم لاعبين كرة، هذا لاعب كرة قدم، هذا لاعب سلة سابقا، هذا التنس طاولة، عندنا واحد مخرج كاراتيه بس لابسي مثل الكرامة. لابسي زي كرامة. تشجع كرامة؟ يا سلام كويس. الله يفكم يا حبايب. الله همة مش عالي يعني، يبغى لها تعبير أبلغ يعني. ما شاء الله تبارك الله. الله يفكك يا حبيبي. قلب واحد مرتاح يا الحمد لله رب العالمين. فيصل ها؟ فيصل اسمه صحيح؟ الحمد لله نعم. شو القصة اللي صارت لك؟ والله جيت خزيفة على البيت لأن صوبت أنا ومن أخوات يعني تقريبا نص العيلة. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. من كم هذه؟ هاي من عيد صغير تالت نهار العيد تقريبا 7 أشهر. 7 أشهر نعم. مرتاح على الوضع اللي انت فيه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله تبارك الحمد لله. اهلك كيفهم؟ الحمد لله رب العالمين. موجودين ولا؟ والله بحمص الحمد لله موجودين داخل سوريا؟ اي والله الحمد لله موجودين. في حد من اهلك استشهد؟ عندي اخوي بالشي 60 استشهد بس الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. فيصل نعم يقولوا تلعب كورة. أني؟ إيه؟ لا والله. مالك فيها؟ والله لا والله أنا مشجع الكرامة بس. كلكم بتحبوا الكرامة. أي حمص يا حجي حمص. قلب واحد. أخونا محمود من ريف حلب. حما. يقول لك يمشي في أول ما دخلوا عليهم الجيش الروسي وهم من الشباب اللي تصدوا حق هذه الجيوش اللي جاتهم فجاته طلقة في العمود الفقري وهذه الطلقة سببت له شلل وخلته مقعد طبعا والحين يتعالج علاج فيزيائي ويتعالج وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يقول أنا قريب طالع إن شاء الله وهذه اللي إحنا جايين عشانه. وين ناوي تروح؟ بيرجع لحما إن شاء الله سوريا إن شاء الله. الله الابتسامة هذه تكفي يا حبيبي. الحمد لله رب. أي والله من عشاق كرة القدم رقم واحد واللاعبين كان منتخب الضيعة تبعنا يعني. ما شاء الله عاد اللاعب في المنتخب القطري ولاعب في نادي العربي. الله يحييك. وأنا لاعب في الكرامة سابقا. ما شاء الله. جاء مولود جديد من 5 أيام من أسبوع. ما شاء الله. ما شاء الله. مبروك إن شاء الله. تستاهل. يتربى في عزك إن شاء الله. متى صار كانت الإصابة؟ متى كانت الإصابة؟ من 5 شهور. 5 شهور ها؟ من 5. أنت متزوج وعندك أبناء؟ عندي بنت وهلا جاني ولد جديد. ما شاء الله. سميت الولد؟ محمد. محمد وين موجودين هون ان شاء الله في تركيا في نار اللجا في انطاكيا يعني في تركيا مش موجودين في سوريا الحمد لله الحمد لله الله يوفقك يا حبيبي الله يخليهم لك ان شاء الله ونشوفك ان شاء الله بخير وطيب الله ان شاء الله بواحد الشيخ حالك شيخنا الحمد لله طيب. الحمد لله اتمنى لك الشفاء يا رب الله يسلمك الله يعطيك الصحه بارك الله فيك الله يبارك فيك يا الله يجزيك الهمه كيف الهمه الحمد لله رب العالمين اه نازله ولا لا الحمد لله عاليه الحمد لله الله يعطيك الصحه الله يسلمك شنو سبب الاصابه اللي عندك شو سببها اي سببها ما اعرف ها ما اعرف رصاصه اجت بظهري شلتني الحمد لله رب العالمين كم شهر صار لي 3 سنين والله حج 3 سنين وانت من اول ما طلعت من سوريا هنا كنت موجود 3 سنوات لا تعالجت ورجعت على سوريا فطلع لي قرحة جرح ورجعت تعالج السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شباب لين طمن عليكم كيف حالكم؟ منكم ان شاء الله تعالى حياكم الله نصيبا عن اصابتك الله يبارك فيك الله يحفظك والله انا صوبت قضية تراجمة بريف حلب الجنوبي
شلون؟ إصابة قذيفة راجل نزلت علينا قذيفة راجل بريف حلو الجنوبي. وصار عندي فقد بالعظم 15 سنتي بالعظم. هون في ضياع عظم ما في عظم من هالمسافة لهالمسافة. طبعاً كان ما كان في جلد ولا في هاي هذا طعم جديد هذا. زراعة. هاي عملية طعم جلدي. من مكان آخر. أيوة من مكان آخر. ليتم شفاء إن شاء الله المرحلة الثانية طعم عظم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. هذا يعني كحفاظا على الرجل ما تكسر وكذا شيء طيب الحمد لله الله يشفي شلون خذ فتره طويله على ما صار هذا الامر تاخر فيها ولا كيف خمس شهور ما شاء الله الحمد لله يحفظكم الاهل شلون في سوريا والله الحمد لله الله المستعان في حد موجود هناك ولا اي والله بي القرحنا قرانا راحت خذها الجيش كله جيش الحر ولا الجيش النظام ولا هالنازحين قرادله الله يحفظهم ان شاء الله الحمد لله امين شيء كيف الرعايه هني في تركيا الرعايه الطبيه كيف والله الحمد لله لا بس يعني ما قصر عمل ترى الحمد لله لكن تتصورنا على عدد الاخواننا السوريين اللي يجون محتاجين اكثر رعايه طبعا والله بده يعني انه رعايه طبيه اكثر بده لانه اعداد مصابين كبيره يعني تدخل على المشفى تلاقي اعداد صح كبيره وتلاقي زحمه لانه يعني ما الكادر الطبي ما هو الكافي يعني بالمشفى التركي يعني ما يستوعب والعدد مفاجئ اللي جاء وتجي اعداد مفاجئ لانه تصير يعني تلقى يجون 10 مرضى مع بعض بدهم كادر يستوعب مثلا باذن الله اخونا حبيب خالد كيف حالك انا اصابه بريف قذيفه الدباغه نفس الشيء صار في قصر بالعظم من الفخذ 5 سم وصل 5 سم الرجل يعني هذيك ايوه فبهالعمليه ان شاء الله كل فتره بصير تطويله حتى توصل لطول القدم الثاني نشوف هل هذه الشغله دكتور يعني متكرره عند اكثر من شخص يعني مرينا صحيح الحرب اي هذه اللي صارت اصابات الحرب هذه يعني العظم على طول الحال هذه ما لانه هي بدها فتره طويله للمعالجه والمتابعه ممتاز يا انسان تقدرون تمشون انت بس ماشي انا اجري هي كانت مكسوره يعني شويه مش عم تشوف وهي كمان فيها ما اجري فيها كسر عم نمشي شوي شوي هاي كمان بدها تطويل العظم قلب واحد صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب الشام ورحاب الشام صرخت صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي والحور تنادي بالرضوان أتذكر لما ودعتك يوما فبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق فخرجت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء وحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت قاتل في الأعداء في الجنة أشدو وأغرد أحدو وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها زوجي وبنيها وأعانق أمي والإخوان لما جيناك احنا في البداية تكلمنا عن العلاج الفيزيائي
طبعا المكان داخل ضيق يعني ما كان مجال. انت قلت لي برا ممكن تمام. وين تقصد برا؟ يعني هذيك المساحه مكان موقف السيارات ايه؟ ممكن تتحول لصاله. ايوه ممكن تتسكر برتكابن تسكر نحط لها باب تتظبط يعني وبتصير اليسار المسجد. زين دكتور هل انت قلت لي في سويتوا دراسه دراسة مبدئية للصالة هذه الإجهزة الفيزيائية موجودة الدراسة موجود. هل ممكن نأخذها ونعرضها ايه. الدراسة هذه إنه قد يكون أحد المتبرعين إن شاء الله يقول أنا بتكفل بهذه الصالة القاعة كل شيء يتكفل وأبي أبنيها في هذا المكان مع أن المكان حلو ومتاح إنه ينبني قاعة مثل هذه يوفر عليكم كثير ايه. بدل لا أنت تنقل المعالج أو المريض تمام. تنقله لمكان بعيد جدا تمام. ويمكن له مكان ويمكن ما له مكان تمام. فيكون هذا عندك تحتك من هنا على طول تمام. داخل حلو من بلد إلى بلد ونمد الأيدي ونساعد نرحل بالحب ويجمعنا الخير على قلب واحد نرحل من بلد إلى بلد ونمد الأيدي ونساعد نرحل بالحب ويجمعنا الخير على قلب واحد نمسح دمعات اليتيم قد فقد حنان أبويه نمسح دمعات كم باتت تحرق في الوحدة عينيه